أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات ولم تسمح بدخول المساعدات الغذائية والإغاثية إلى المدنيين في قطاع غزة. هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفها الجانب الآخر من معبر رفح البري، حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين. المزيد يستعرضه لنا الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال منع وصول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. اليوم نحن أمام صورة جديدة من صور هذه الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير. اليوم هو إجازة رسمية للجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من استلام أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية أو إنسانية من تفريغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، وهناك تكدس كبير أمام معبر رفح جراء تلك الإجراءات. إذن نحن أمام دائما إجراءات تعسفية كبيرة وتعنت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف التنكيل بالشعب الفلسطيني الشقيق. أيضا على مدار الأيام القليلة الماضية منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي استلام بعض الشاحنات التي تحمل مواد إنسانية ومواد غذائية لتصل إلى المدنيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، وكانت تستهدف وبالتحديد الشاحنات التي تحمل معونات خاصة بالدقيق والشعير وأيضا الأرز، هذا بالإضافة إلى الشاحنات التي لم تتمكن من تفريغ حمولتها وكانت تحمل أدوية وأسطوانات للأكسجين. إذن نحن أمام مشاهد متكررة من العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب تلك الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من أزمات وكوارث إنسانية كبيرة بسبب الحرب على قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.